الحمد لله كله تمام. طمني عليك الاول، انت في العراق ولا في مصر؟ لا انا في العراق لسه. طيب طمني عليك يعني الاول، يعني قبل ما اتكلم على فوز الاهلي عليك يا كابتن محمد، لان احتراف في بلد نوعا ما الماتش يعني او البلد مش ما شفناش فيه حد احترف قبل كده، الاجواء في العراق، طمني عليك، هل انت مبسوط في تجربه الاحتراف العراقيه؟ والله يعني الحمد لله طبعا على كل شيء. وطبعا احتراف العراق جاء بعد طبعا يعني حاجات كتير حصلت، ولكن انا كويس ومبسوط. البلد مش زي ما بنسمع او مش زي ما احنا متخيلين، لا عادي جدا. ويعني والكويس فيه ان في دوري منتظم وفي دوري شغال يعني. طب يعني كل يعني انت وانت رايح ما كنتش خايف شوقي شويه الدنيا؟ الحمد لله لقيت في كوره كويسه، في ملاعب والله كويسه. قبل ما اروح انا جيت هنا قبل انت راجل احترفت في انجلترا واحترفت في الوضع يعني. جيت لقيت الامور عاديه يعني، مش زي بقول لك اللي احنا متخيلين او احنا بنسمع. في ناس بتمشي ورايحه وجايه والحياه عاديه جدا الحمد لله. فاخدت الموضوع ان هو برضو تجربة، والحمد لله يعني لحد دلوقتي تجربة مفيدة بالنسبة لي يعني. يا رب. انت في بلد ايه يا شوقي بعد اذنك؟ قاعد فين؟ في بغداد؟ بغداد نفسها العاصمة. بغداد، في بغداد. طب الحمد لله ربنا يوفقك. كام دلوقتي في الدوري ولا الدوري ما ابتداش لسه؟ لا الدوري ابتدى بقى له ده رابع اسبوع لسه، كان عندنا ماتش امبارح وكسبناه الحمد لله. والامور ماشية كويس الحمد لله. الحمد لله. انا اعتقد معاك بلال برضه متهيألي في نفس الفرقة. لا بلال للاسف كان عنده ظروف حاله ان هو يجي هنا يعني انت لوحدك بس في مصر يعني. انا لوحدي. ربنا يكرمك. طب سمعنا ان في مفاوضات مع المريخ السوداني، الكلام ده فعلا ولا ايه الاخبار؟ والله يعني هو لسه يعني المفاوضات مش جاده، ولكن يعني ربنا يسهل. لسه يعني شهر واحد بس قدامه شويه وربنا يسهل ان شاء الله. كابتن شوقي، يمكن انت راجل يعني تاريخك موصول مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا، ومن اكتر الناس اللي اديت النادي الاهلي وكسبت معاه بطولات كتيره، وكنت من الاسباب الرئيسيه في فوز النادي الاهلي. رايك ايه في فوز امبارح الاهلي على الترجي، والاداء القوي جدا، الاداء الفني القوي جدا من النادي الاهلي، وفوزه في رادس لتاني مره، بيكسب من جوه رادس ومن جوه تونس على فرقه تونسيه باداء يمكن احسن كان مباراه صفاقس بشكل كبير. والله طبعا الحمد لله، وانا الحمد لله برضو اعتبر مشارك في البطوله دي لان لعبت في التصفيات الاولى ليها. تتحسب لك يعني فوز. الحمد لله يعني الحمد طبعا لله. فوز كبير للنادي الاهلي، ولكن انا عن نفسي، وهنا الناس كانت بتسالني، كنت متوقع ان النادي الاهلي هيكسب. مع ان كان ناس كتير قوي يا شوقي شايفه ان الاهلي صعب قوي يكسب الماتش ده، يعني في ناس اهلاويه كتير قالت صعب. والله انا بجد والله عندي في النادي وفي كل حته انا حاسس ان الاهلي هيكسب. لان كابتن حازم، انت كنت لعيب في نادي الزمالك وعارف من بدايتها، من اول يوم في البطوله بتدخلها، من اول ماتش فيه بتحس ازاي البطوله ممكن تكون قريبه ولا بعيده. لو حسبناها مع بعض هتلاقي من اول ماتش لعبناه في التصفيات لحد النهائي، ممكن هو يعني لحد النهائي الامور في مصلحه الاهلي. يعني لو حسبتها النادي الاهلي الماتش النهائي في مصر في الدقيقه كام بيتعادل. فهو ده اللي ممكن يجي، يعني هو ده اللي جاب البطوله بالنسبه لي. ولكن انا بقول لك انا احساسنا من اول ماتش لعبناه في التصفيات ان البطوله دي بتاعت النادي الاهلي. بالتكرار بقى الماتشات كلها وبرغم بالماتشات كلها في المجموعه في التصفيات كلها، لو وقعت حسبتها انت مع نفسك هتلاقي الاهلي حظه عالي فيها وماشي معاه اكتر من اي سنه يعني. امبارح وانت بتشوف التشكيله شوقي، شفت مثلا في مفاجاه ولا كنت متوقع التشكيل ده؟ كنت متوقع التغييرات؟ انت كنت زميل للعيبه اللي بتلعب، شايف ده هو التشكيل الامثل ولا كان في مفاجاه بالنسبه لك حصلت امبارح؟ والله انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي انت عارف ان النادي الاهلي كل لعيبه كويسين وكل لعيبه محترمه وكلهم اي حد هيلعب في الماتش ده بالذات هيأدي وهيركز كويس جدا، لان ده نهائي وماتش مهم جدا في حياته وماتش مهم جدا لناس كتير. ولكن انا شايف ان البطوله دي اللعيبه يعني بالنسبه لي انا ان اللعيبه هي اللي جابت البطوله دي. اللعيبه مش كابتن حسام، مع ان امبارح الناس يعني اشادت قوي بكابتن حسام البدري. لا مش موضوع كابتن حسام ليه فنيات وكل حاجه، بس انا شايف ان اللعيبه استعملت كتير جدا، حاجات جدا ممكن نقعد فيها كتير نتكلم فيها بدون دخول في تفاصيل، ولكن لعيبه النادي الاهلي تحترم جدا 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 ان هم جابوا البطوله دي لاول حاجه للنادي والمصري يعني.
شايف البطوله دي هتقرب وجهات النظر ما بين اللعيبه والالتراس بالذات اللي كان حصلت مشاكل وكانوا بيهاجموا لعيبه الاهلي بشكل كبير؟ والله دي من الحاجات اللي بقول لك عليها ان هم استحملوها يعني برضو نحطها في الحسبان، ولكن اتمنى ان يحصل كده، واتمنى ان الناس تتكلم مع بعض ويقعدوا يتكلموا ويفهموا ايه اللي المفروض يحصل وايه اللي ما يحصلش، ويا رب ان شاء الله الامور تعدي. الناس عندك شايفين مصر ازاي في الدوري والرياضه والاهلي بعد ما كسب؟ شايفين يعني؟ والله انا مش قادر اقول لك ان الناس هنا حزينه جدا، والناس هنا عارفه لعيبه مصر اكتر من 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 مننا يعني عارفه لعيبه مصر اكتر من اللعيبه اللي عندهم هنا. لا والله. وبيقولوا ما ينفعش يعني هم نفسهم الدوري يرجع عشان يتفرجوا عليه بجمهور. يعني في هناك متابعه كبيره للدوري المصري واحساس ان لازم بقى الكوره ترجع. جدا 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 يعني. مستر برادلي بتفاعل معاك اتكلم معاك هو كابتن ضيا ولا الموضوع بعيد؟ والله لسه لا لسه ما فيش حاجه حصلت، ولكن اتمنى الفتره الجايه ان شاء الله ممكن يحصل حاجه. وربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله شوقي وانت نجم كبير وبالتوفيق في الملاعب العراقيه ان شاء الله، تجربه احتراف جديده في